رطبات، أني أريد أزرع بالسنادين وما عندي شمس عادي. هسه أنا ما عندي شمس، جيت بالسطح راح أصعد سناديني بالسطح أزرع بها كل البذور الشتوية موسمية، من يخلص الشتاء بعد ننزل جوه. أول شيء أخلي البرميل مي على مود يكون عندي مي يبات بالبرميل صحي، يصير ما بي كلور، شوكت ما يعجبني أسقي منه. ثاني شيء عندي قطط هنا تجي بالليل تبحث بالسنادين، أخلي لتر بوكس او اي انجانة عندي او اي شيء ما احتاجه اخلي بيه رمل على مود هاي القط ما يجي على السنادين، يجي هنا يتبرز القط. حتى انتم صعدون تلقوه وين ما يلقي له مكان يقضي حاجته، لان اذيه بالسطح. فانا خليت هذا اللتر بوكس وخليت بيه رمل على مود القط ما يجي على الزرع. ثاني شيء عندي طيور، مثلا تقولون نزرع بذور تاكلها الطيور، اي قفص عندي بالبيت ما احتاجه اخلي السنادين اللي زرع بها بذور على مود ما تاكلها الطيور. انا لا، خليت هاي سنادين ورد الصباح هنا الصغار جمعتهم هنا. اما للبذور انا ما تجي طير ياكل البذور مالتي، ليش؟ لان هنا الطيور شبعانه. هنا هذا السكيبه، اي سكيبه عندكم مال خشب، يعني انا هيك صفطتها شلون ما كان. ليش؟ هاي من اخلي عليها السنادين تحميها من حراره الشمس. سويت هاي هنا سرة مال سنادين، وهذا السرة الثاني، هاي أي سكيبة سرة ثانية، يعني هي بس تقلبوها على هذا الوجه راح يصير ثلاث مدرجات عندكم. هاي ثلاث مدرجات خليت بيها سنادين، راح أزرع بيها كل البذور الشتوية مال الزهور أو أي شجرة أريد أزرعها. هاي صار عندي ثلاث مدرجات. هنا أنا نقلت الرازقي المتسلق، هنا عندي أقلام جهنمي داقتها أريد أكاثر جهنمي بسندان حجم كبير خليته ويا الراسقي. هنا عندي شجرة نادرة، شجرة نادرة هاي يصير لونها أحمر، زارعتها هنا من البذور أريدها تكبر. هنا عندي ببر زارعته هنا يريد شمس. هنا عندي عين البزون هنا يريد شمس، نقلته هنا جبته. هنا عندي هذا رازقي هم نوعية ثانية. هنا عندي الريحان العطري اللي طلع لنا جناب الوريد هم يريد شمس، هم جبته هنا. هنا عندي نبات مظلة الشرطي يريد شمس، جبته هنا. عندي الياس زارعته بسطلة صار لعمر سنتين، طبعا لين ظلمة هذا جبته طلعته يريد شمس مباشرة بعد الياس. شوفوني صعدته بالسطح، خافوا تقولون الياس ما يعيش بسندان، لا يعيش، بس هذا سندان حجم كبير، يعني اي سطله، هاي السطوله استخدمها بالزراعه زين. ورد شو اسمه، ورد الصباح هم صعدته كله، هذا اللون المكاثرته شو اسمه. بصل زرعت هذا البصل وين ما يعجبني اخليه ويا اي شتله يطلع زين. هنا عندي شاي الكجرات كان مصاب بحشره هسه بدا يزهر عندي، يريد شمس، ما عندي شمس جوا ما يزهر زين، ولو هو انتهى وقته بس يبقى منه بعد شهرين ثلاثة عادي ينزرع بشهر ثالث جاي الكجرات. بهاي الطريقة اقدر اني انقل الزرع مالتي بالسطح، وهاي تكون شمس مباشرة زين. وهاي هنا أنا اقدر حتى تقدرون تحمونه بمشبك، هاي اذا استعملتوا هاي الاسكيبة اي مشبك عندكم سيم مال شباك تقدرون تحموه وترشوه رش المي مالته. انثر البذور واكمل واسوي له من هنا، اذا عندكم طيور تاكله اجيب له اي حتى لو مشبك زراعي احميه من الطيور. احنا القطط سوينا لها حل زين. فهذا طابق اول ثاني ثالث، شتلات عدة كبيره كلها اوديها بالسطح. هاي يعني هسه طريقه مختصره وبسيطه وما تحتاج شو اسمه اللي عندك البذور تاكلها القطة العفو الطيور، اقدر اخليه فد قفص مشبك اخلي الدائرات. عندي قطط تتبرز وتنكش لي السنادين، اني بس اخلي مكان القطط تتبرز بيه بعد ما توصل يم السندان. القطط مخلوقات كلش تفتهم احسن من البشر، يعني تعلموها مرة على هذا اللتر بوكس بعد ما توصل للزرع وللسنادين. ماي هاي مليت التانكي هسه راح امليه واعوفه، ما يحتاج عندي سقي هواية، نبات مطر نبات شو اسمه. انا هسه فاتحه المطر وهذا المي مالتي، شو وقت ما يعجبني اروح ازقي. اما انت عندك تقدر تربي، اسوي لي هنا حديقه اغلفها
يعني اقدر اغلف هنا، اقدر اسوي حديقه بالسطح يعني بكل الامكانيات. انا بما انه انا يعني هنا وقتي مسويه، ما يعني شلون ما كان اخلي السنادين. زين حبايب، بهاي الطريقه نقدر نزرع بالسطح، نزرع كل البذور الشتويه من بذور المطبخ، من بذور الورد، من بذور الاشجار النادره. استردون ازرعوا. هذا تقرير بسيط على سرعة سويته على مود، وهذا المي راح يكون عندي راح يبات بالتانك، ياخذ لفد 4 أسابيع 5 ظل استعمله، كل ما يخلص امليه، وراح يكون عندي مي خالي من الكلور.